المهم دابا غادي نمشيو نشوفو اليوم جوج جماعة غادي نمشيو نصليو أول مرة غادي نقلبو على شي جامع. المهم دابا شديت الباطو شديت لاكار باش غادي نمشيو ونخلصو هنايا ونمشيو نشدو بلاصتنا. مشيو واحد الحاجه زوينه هو انهم راهم كيتسناو كيسبقوا الناس الكبار وداك الشيء اللي المهم اللي عنده شي اعاقه ولا شي حاجه كيسبقوهم من الاولين عاد باش كن عاد باش كيشوفوا الناس الاخرين. دابا حنا تحركنا يلاه دازو الناس الكبار وداك الشيء حنا يلاه غادي يلاه دابا محركين باش نطلع. المهم هو هنا شي صراحه ناضي ورخص من الطوبيس كطلع هنا رخص من الطوبيس وما كيتعطلوش بزاف كيمشي زعما ماشي بالزربه باش تصفي ويمشي ونشوفو شي بلاصه نطلعو الفوق حسن. ايا نمشيو لهنا باش ندوزو من جهه البونت واخا حتى غادي تكون الشميشه كيما شي مشكل اصلا كيكون بزاف ديال البلايص خاوي.
الجامع فين كاين شي اخوان كنظن ما غاديش نصور لك الطريق هنا عشرة تصور لنا على حساب واش كاين سيكوريتي ولا لا ماشي بالضبط هما الناس كيقلبوا على مولين الطاكسيات ديما كتلقاهم في شي محطة ولا شي حاجة في الموقف كيدوا مع بنادم باش يشد مع عندهم طاكسي الطاكسي صراحة غالي أنا دابا في هاد البطل اللي جينا كاين 7 دريال تقريبا شي 15 درهم مغربية المهم ماشي 7.70 دريال يعني شي 16 ولا 18 درهم بحال ما هكاك تقريبا ولكن بارابور الاخرين راه رخيصة بزاف بارابور الطاكسي ولا اوبر ولا شي حاجة رخيصة اخوان صراحة هنا زعما قلت لكم نصورش لكن راه شي حاجة ما شي صراحة زوين بزاف عرفتي في كل حي تقريبا ولا كل شارع كتلقى فيه حتى شي حاجه بحال هكا زعما هذا واضح عرفتي مثلا مازال مره كنا مشينا ليه الشارع الاخر قلنا فين كاين شي حاجه اللي زوينه بزاف غدا ان شاء الله غادي نمشي تما باش نصور لكم شي صراحه زوين اخيرا شوفوا وصلنا شي بلاصه في هاد البلايصه من قبيله جيم فين تشد شي شي تليفون سخن غدا نصور بيه المهم هنا تقريبا هذا هو السنتر ديال ريو المهم اخوان دابا مازال شادين الطريق لا غادي مازال شويه قدام باش نوصلوا له حتى 5 دقائق تقريبا ولا عاد باش غادي نوصلوا لهذيك الجامع السلام عليكم المهم بقينا وصلنا دابا كان ماشي مصلى هو غير مصلى شي بلاصه كيصلوا فيها وصافي ماشي شي جامع وقيلا المهم نمشيو نشوفوا دابا خويا دابا دخلنا درت حوايج باش نصلي الناس كتسمعوا كيهضروا تما نمشيو دابا ندخلو نصلي ما عرفتش نقدر نصور لكم تما ولا لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء ficar uns 40 anos espantado, com a boca aberta, assim, espantado. 40 anos, o tempo de 40 anos espantado, olhando aqui, o cenário do juízo final. Só para ter uma ideia, assim, por básico, assim, como é que vai ser o juízo final? Vamos pedir perdão a Deus nos proteja. Onde vai lá, Selena? Deus vai encher o rosto. Mãe, aqui no altar, eu fico isso lá. Aqui no altar, terem lá, que se lá, terem lá, se finito, o que é فجيت قبيله ما لقيتش فجيت لتحت كنقول لي جيت انا للمصلى وداك الشيء حقاش مكتبين في مابس المصلى فاش كنقول ليه راه جيت للمصلى كيقول لي ما عرفتش بالضبط راه ما كاين حتى شي حاجه بحال ما هكا هنا مشيت حتى بديت غادي لواحد الجامع واحد اخر بعيد يعني غادي نمشي معطل بزاف مشيت حتى لبلاصه ديال الطوبيس وانا دخلت للمابس لقيت لادريس هو هاد العماره ديك كنتدوي مع داك السيد لتحت عقبت مشيت عنده بقيت تندوي معاه قلت ليه بغيتي هادي وهادي المهم شرحت ليه
قال لي اه، قال لي واش ما عندكش السميه ديال داك السيد ولا التصويره ديالو؟ من الزهر ديالي كاين واحد التصويره ديال التصويره ديال دوك الناس اللي كاينين تما، وريت ليه التصويره ديال واحد السيد اللي قلت غادي يعرفها صافي. وقال لي اه، قال لي المهم، قال لي في 214 كاين الفوق ان شاء الله غادي يخلي لكم لادريس ديال تحت، ما تعرف يجي شي واحد من البرازيل يجي ريو بالضبط. المهم تلقاوها في ديسكريبسيون ان شاء الله، ونشوفكم لتحت. يلا غادي ننزل الاسانسير. حنا دابا في السوبر ديال ريو، غادي نحركو واخا كاينة الشميشة هنايا، هادي هي بلاصة فين كنا دزنا ديك المرة. حنا المهم غادي دابا من هنا نحركو نرجعو للدار، نبدا ان شاء الله نصورو ليكم بلايص كبدين اخرين هنا. شوفوكم المهم تهلاو في راسكم. كيما قلت لكم لادريس ديال هداك الجامع غادي نخليها في الديسكريبسيون. لوكاليز نقدر نخلي حتى ليان ديال لوكاليزاسيون، ولكن فهمت ان واحد الحاجه مهمه هي ان خص لادريس بالضبط، يعني ماشي غير لوكاليزاسيون. بحال هاد اكزومبل ديال العمار، ديال العماره اللي مشيت دابا، يعني خصك لابار وداكشي ما كانش عندك ولا ما عندكش السميه ديال مولاها، ما عندك كدير. المهم نشوفكم المره الجايه ان شاء الله. الله باي.